السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الثاني ابتدائي سيوم، أقدم لكم هذا النشاط الخاص بمراجعة دروس اللغة الإنجليزية والاستعداد للمراقبة المستمرة القادمة. بنجي is back. بنجي is back. Listen and repeat. لاحظوا الصورة. إنه سعيد. I'm happy. إنني سعيد. I'm happy. Oh, إنني غير سعيد. إنني حزين. I'm sad. إنني متعب. I'm tired. لاحظوا طريقة الكتابة. Tired. Oh, إنني غاضب. I'm angry. أعيد معي مرة أخرى. I'm happy. I'm sad. I'm tired. I'm angry. I'm happy. I'm sad. I'm tired. I'm angry. جيد. المراجعة الثانية نقدم لكم My Classroom. My Classroom. إنه قسمي. My Classroom. لاحظوا جيدا المعدات الخاصة بالقسم. لدينا هنا الباب. Door. النافذة. Window. الخزانة close it. السبورة board white board. سلة المعلومات basket. كرسي chair. طاولة desk. عيدوا معي مرة أخرى. This is my classroom. Door. لاحظوا طريقة الكتابة. Door. Window. Window. Closes. Closes. Board. Board. Basket. Basket. Chair. Chair and desk. Desk. إذن هذه هما المعدات الخاصة بالقسم. أعيد. Door. Window. Closet. Board. Basket. Chair and desk. إذن في النشاط الموالي سوف نقوم بالبحث عن الكلمات لها علاقة بالقسم. مثلا هنا لدينا desk. لاحظوا جيدا طريقة الكتابة. desk. هنا نجد chair. هنا نجد closet. هنا basket. door. window. board. أعيد من جديد. desk. chair. closet. basket. door. window. board. عيدوا معي. desk. chair. closet. basket. door. window. board. desk. closet. chair. basket. window. door. and board. عود من جديد. desk. closet. chair. basket. window. door and
بور. إذن أقدم لكم في الآخر فيديو الكلمات التالية on and in behind. لاحظوا جيدا الصورة الأولى، أين يوجد بينجي؟ فوق الطاولة. on، بينجي is on the desk. أين يوجد بينجي؟ تحت الكرسي. بينجي is under the chair. هنا بينجي is in the closet. وهنا behind the door. أعيد، بينجي is on the desk. بينجي is under the chair. بينجي is in the closet. بينجي is behind the door. on فوق، under تحت، in بداخل، behind وراء. نقول كذلك in في أو بداخل.